هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ الجواب: لم يكن في حس الأجيال الأولى ذلك الفاصل الحاد بين الدنيا والآخرة الذي أحسته الأجيال المتأخرة، بل إن المسلم الأول كان يعمل العمل الدنيوي ويتراءى أمامه في اللحظة نفسها موقع هذا العمل في الآخرة، فإن كانت عاقبته في الآخرة حسنة أمضاه، وإن كانت سيئة كف عنه. يعني هو وعم يدهن البيت، هو دهان، هو عم يدهن، يتراءى له موقع هذا العمل في الآخرة. هل هذا العمل سأثاب عليه؟ نعم، تلاقيه بدهن ويحسن هذا الدهان. هل هذا العمل سأعاقب عليه؟ نعم، يتركه. وإذا حدث وزلت قدمه وفعله فإنه يتوب عن قريب. لقد كانت صورة الآخرة تتحرك في ضمير المؤمن وهو يتحرك في دنياه. هو نازل على السوق تتحرك أمامه صورة الآخرة، يبصر بعيني قلبه المحسنين في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم يساقون إلى الجنة زمرا. والله قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. من هدون؟ هذا نفسه اللي بيبيع وما بغش، نفسه اللي بيشتري ولا يغبن، نفسه اللي بيأجر عقاره لمصلحة خيرة. فهو بينما يؤجر تتراءى له صورة الجنة وهو يساق إليها، ويبصر الفجار الذين يخونون ويظلمون ويعتدون ويكفرون وهم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. هذا الإيمان الراسخ بالآخرة وهذه الصورة الفياضة التي كان المسلم يحيا بها لحظات دنياه ثم يعيش في التو لحظات الآخرة، هي التي أصلحت أحوالهم وأعمالهم حتى صارت أعمالهم قريبة من المعجزات. في قصص نحن نسمعها بس هي واقعية تكاد أن تكون معجزة، أن المسلم كان يعمل للدنيا والآخرة بين عينيه، فما عنده فصل. أنا هلأ نازل للدنيا، حطوا الآخرة بالبيت، هلأ رايح الآخرة. لا لا، الدنيا والآخرة هكذا ممزوجة في ضمير الإنسان المسلم، أنتجت صوراً من الأسواق التجارية كأنها معجزة. الحاصل أيها الإخوة أن العمل للدنيا لا يعارض أبداً العمل للآخرة، بل عمل الدنيا بضوابطه الشرعية هو عينه العمل الذي يوصل لجنة الآخرة. شلون أنت بدك تفوت على الجنة؟ إن شاء الله فكرك إذا صليت وصمت وذكرت وحجيت، هدول لوحدهم ما بيدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة أبداً. لا تدخل الجنة ولا أدخل الجنة حتى أكون في بيتي، في عملي، في سوقي، في محكمتي، في مكتبي، هناك أنضبط بتقوى الله تعالى. وإلا ألا تذكرون المرأة التي كانت تكثر صلاة وصياما وصدقات غير أنها تؤذي جيرانها؟ قال: هي في النار. هي في النار، ما بتكفي صلاة وصوم وزكاة وحج. إذا ما دخلنا الآخرة لتكون بين عيوننا في كل أجزاء الدنيا لا يكون المسلم مسلما فاهما للإسلام.